خد هنا. ايه اللي معاك مع العيال دي؟ يلا روحي ذاكري وتفتري دروس. تحمدي ربنا ان ابوكي دخلك مدارس وما عملش زي ابويا، ده حتى ما دخلنيش كتاب. يلا غوري. حاضر. ده كريالة بقى ترى بتشخط في روح كده. روح وهي هتقدر تتمني لي كلمه؟ يالا ده بتخاف على زعل قوي. افشر افشر والكلام عليه جمرك. لا مع الوش خفيف. عيت ده سيد ماشي مع روح وبنزل من عندها كل ليله الفجر. معقول؟ وبتعملوا ايه؟ ببصها من شفايفها محضونها قوي. هجس هجس يا عم، ده فاكرنا عربيه بطاطا بيسرق فينا. بقول لكم ايه، فككوا منه. مالكش فيه. عيت ده بتبصها من شفايفها. من شفايفها؟ من شفايفها. طب خد صور لنا عشان نسد. يا عم وليه موبايل؟ انا خليك تشوف بعينيك روح وهي خارجه تتفسح معايا النهارده. هات سجارة. خد. انت معاه ولا؟ يا ابن الهرم يا سيد، ده ماشي معاه بصحيح. ده شكله هيلبسك طرحة يا معلم. يا سلام، وعشان ماشي معاه يبقى خلاص. طب انت ليه خيبتك؟ انا ماشية جنبه اهي. طب انا هوريك. وبعدين بتيزة. شايف يا معلم جاكور؟ ابن الوز عوار طالع لابوه. ده طالما بدع من السن ده هيعدي ابوه بكتير. ده يبقى عناب ده واللي ده هينخنخنا. برضه ما بيردش يا سيد. اطلبه لي والنبي تاني. الرقم الذي طلبته مغلق او خارج نطاق التوقيع. ايه ده؟ الخط قفل. امال ابوه فين؟ اتصلوا بيه وهاتوه. مين دي يا سيد؟ دي بنت جارتنا كده، سيبك منها. خير احكي الجار؟ انا جيت على الندى. ابقى خد بالك منها. شفت عارف ابنك؟ عمل ايه الواد ده؟ ما انا اللي مرسيه. فكرك يعني هيعمل اي حاجه من دماغه؟ احنا بنشوف اي طريقه عشان نرضيك ونوصل للمراد. خلينا في المهم، اصطبحت ولا على لحم دماغك؟ كرس في صمت. عينيا حته اصلي. كده برضه يعني الست روح كانت معاك الصبح وما تقوليش يا سيد؟ اخص عليك اخص. امال لو عرفت اللي حصل بينا هتقول ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ فاكر لما انت حكيت لي على البت صاحبتك؟ يوه ليه بس فكرتني يا سيد؟ دي كانت كتكوته قطقوطه زغنطوطه، كانت دايما تقول لي انا ما بحسش ان انثى غير في حضنك يا عم زكريا. كانت بتقول لك يا عم؟ ساعات. المهم خلينا في حكايتك. كمل يالا واشجيني اشجيني يا سيد. بس يا عم اهو انا عملت مع روح اكتر من اللي انت عملته مع البت دي. هما مش بيقولوا الميه بتكذب الغطاس؟ خلاص اثبت لي انك غطاس وانا صدقك يا عم. طبعا اثبت لك. مين؟ انا سيد. ادخل يا سيد. معلش بس عشان معايا ضيف. انا مش غريب. مساء الخير يا ست روح. الله الله. خش يا عم زكريا. لا مؤاخذة يا ست. كده برضك يا سيد؟ البيت ده عمره ما دخله راجل غريب. ده مش راجل، ده عم زكريا جاي يعزيكي في الست حماتك. أعمى ما بيشوفش. أهلا وسهلا يا أستاذ زكريا. أهلا بيكي. شايك سكره إيه؟ لا والله مظبوط مظبوط. هي مشيت؟ كان بتوشوشك تقول لك ايه يا واد؟ متضايقه من مجايك يا راجل. عشان كده احنا لازم نشرب الشاي ونتكل على الله. هي قالت لك متضايقه؟ اصلا مش هتعرف تاخد راحتها معايا
وانت لازق لنا كده زي العمل الراضي. كلها ما بيشوفش، بيحسس بس. لا ما انا قلت لها خفيف. قال لك اللي تعب السر يا بيت. اتفضلوا الشاي. الله الله على روائح الجنه. تسلم ايدك يا ست الكل. خد يا عم زكريا. شكرا، من يد ما نعدمهاش. صحيح، ما قلتليش يا ست الكل بتحبي تسمعي اغاني ايه؟ اهو بسمع. وده وقته يا عم زكريا؟ الولاية لسه ميتة وانت بترغيلي في اغاني؟ صحيح. البقية في حياتك. على فكرة احنا اتأخرنا ولازم نمشي. احنا لحقنا نقعد يا بايخ. خلاص يا ست روح، المرة الجاية ان شاء الله هبقى اسمعك امانة عليك يا ليل طول. احنا اللي طولنا هنا قوي. يلا يا عم زكريا. يلا.